شوفوا والله العظيم إن ما عندي شيء ب360 جاي بس عشانكم، لأن أنا وعدتكم وايد بنات دزولي بالدايركت إن إحنا وايد شعرنا دهني، ما نقدر نخلي الشعر يومين ما نسبح. قلت لكم راح يجي كيلز، اسمه صح لهلا صح؟ أخيرا قلتها صح. كيلز، علشان أقول لها إذا في شيء حق الشعر الدهني. طلع في شيء خطير، قالت لي الحين بوريكم إياه. يس أخيرا في شيء حقكم ما تسبحون يومين، لا تسبحون حتى لو متزوجة ما راح يطلع ريحة بشعرك، لأن مستحيل بيومين يطلع ريحة الدهن، مستحيل بنات مستحيل. نهلة تقول خاصة إذا متحجبة والشعر دهني هذه كارثة صج، الله يعينكم. نهلة شلونك؟ انا وايد حبيتك والله، قلت حق متابعيني يا عمري، قلت حق متابعيني وايد حبيتها لانه وايد فاهمه شغلها، عارفه ايش قاعد تقول، عشان كذي اقنعتني بوايد اشياء. زين الحين نهله ورتني هالشيء، قالت لي خطير خطير خطير، اللي شعرها دهني راح يظل يومين ما يدهن الشعر. كهو الحين راح اصوره لكم صنفرة T3 اويل. الله زين، انا اشوفه وباخذه حق اختي وبجربه، لان اختي شعرها دهني فابي اشوف شنو الطريقه. هذا فيكي يومي، هذا لا هذا مرتين يومي؟ بالاسبوع، هذا مرتين بالاسبوع. اوكي ثانك يو. شفتوا يعني كل شيء فيه حل. وبعدين انا ادري ان كل مكان في العالم عنده فرق صح؟ صح. بالبحرين سالتوني اذا عندنا موجود صح؟ صح موجود، وفي بالوطن وفي بالمطار. اه مطار البحرين موجود. اه يعني في بالبحرين، والحين بتاكد لكم بعد وين بالبحرين، لانه وايد سالتوني. تدرون اهل البحرين ما اقدر اردكم ولا شيء. فهذا العلاج حقكم، لا تسبحين لا تسبحين يا بنت الناس، حتى لو متزوجه مع هذا ما تحتاجين تسبحين يومين. غسلي جسمك طبيعي، تبي تغسلين جسمك كل يوم، شعرك لا تغسلينه. اكثر شيء يطيح الشعر وينتفه الغسيل اليومي، والله سألوني انا جربته، وايد متعب وقت التصوير، اتعب ان كل يوم اضطر اغسل شعري يتنتف شعري. هذا عجيب عجيب عجيب، هذا قبل السشوار لا ما دهن ينن شعري، صار فيه لمعة ينن. حكيتي على برودكت ثاني جبتيه وكان سيء. اي كان سيء، كان تدري شنو، ما ادري ليش يخشن الشعر مع ان المفروض يلمع الشعر ويعطي نظارة. لا بس هذا اليوم أنا استخدمته، اليوم طبعا غسلت شعري واستخدمته ينن هذا وايد حلو صدق. بعد اللي سألتني شنو اللي يوقف التساقط، هذا الشامبو كاهو. إيه وبعد هذا هذا البطل صح، هذا البطل أمس حطيته على راسي، قمت الصبح وغسلت بالشامبو، بعدين حطيت الماسك، حطيت اليوم احس شعري شي غير كيف الماسك عجيب. اقول لكم امس بس حطيت الماسك حسيت بحراره خفت الصراحه، اول شيء خفت نهله، قلت ابي اخاف ما يوالم بشرتي، بس قاومت قلت ما ابي اغسل لما اشوف شنو يصير. طلعت تقول انه عادي، اهم شيء انه بعدين ما احب بالوي ولا شيء، اوريدي الكركم حار، لانه انا طباخه واعرف الكركم ايش كثر حار، فعشان كذي الحمد لله لا بشرتي ما فيها شيء. وبعدين صج يعني بس غسلته احس شيء في شيء في نظافه، حلو حلو حلو، كان وايد حبيته. بعد الحين بوريكم شيء حق السواد، فيتامين سي، بس نهله قالت لي شيء ما بينحط لحاله، بيكون بس بالليل طبعا، بس ليلي ما تطلعين فيه بالشمس، ما ينحط لحال، لازم فوقيه كريم مرطب فوقه أفوق. ولا اغسله وبعدين احط، تحطيه طبقه خفيف، احطه وبعدين احط فوقه الافوكادو، ما اغسله، ما تغسلونه بنات. ها فيتامين سي، على فكره تدرين انا شنو كنت اسوي، اروح اغز ابر فيتامين سي بس يعور طبعا، وايد اذاني ويحر والله، كاني حاطه فلفل نهله. فهذا الحين نفس الإبر بس قطرة، تحطونها الليل
بس تحت العين اوكي عادي هني حوالين العين لهني صح ليه العظمه لحد العظمه العين لحد العظمه بس وبعدين حطوا فوقه الافوكادو اللي وريتكم اياه الافوكادو هذا بعد عالم خيال 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 صرت ما استغنى عنه صار لي يومين على طول حطه ينشف احط ايش تبي خلاص حطيتي مره تعرفون كذي احس انه صدق بدي اكله ثانك يو نهله شكرا وايد حياتي كاه الحب هذا نهله امس انت عطيتيني معلومه صح وانا نقلت المعلومه اللي عطيتيني وصلتها هذا شنو هذا الافوكادو نفس ما حكيتي غدير هذا بس ترطيب حوالين العين يعطي فريش فيك تستخدميه قبل الميك اب كتغطيه للخطوط بس ابدا ابدا ما يشيل السواد وابدا ابدا ابدا ما تستخدميه على البشره شنو صار بنات يولد شنو حبوب 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 الدهنية الكبيرة تخيلي حابة ترطيب العالي اللي تحت البشرة نفس ملمس الافوكادو هذا بنات هذا حق البشرة كاهو ها هذا حق البشرة كاهو 24 ساعة تحطينه عادي هو ترطيبه وايد عالي بس هذا حق البشرة كاهو حتى أخف من أخف صح أخف من الملمس من الملمس نفس الترطيب. بس نفس الترطيب عالي وايد أوكي خلاص أنا بشتري وبجربه وبعدين بقول لكم شوفوا أمس وايد بعدين حبيت أنا بعد أم أسام وايد كان ين في ماركة اسمها أم أسام أمس حطيت الترطيب واليوم الصبح محطيته ماي ينن كان وايد ينن حتى أم أسام ولا أنا ترى عندي مشكلة في الله في الأسامي أنتوا انسوا الأسامي يلا أنا موجودة هني قبل لا أطلع ترى والله بس جاية علشان أشوف حل حق الشعر الدهني وبروح بيتنا ما عندي شيء بس جايت لكم لأني وعدتكم أنا كسلانة ما ريحك أطلع بس والله وعدتكم فقلت حرام لازم أي لهم يلا بسرعة قبل أطلع الحل شنو تبون تسألون سألوا وعشان أشوف إذا عندهم ولا لا زين شنو هذا هذا تيست بقيس المي اللي بالبشرة والله زين تقدرين تقيسي أكيد هقيسلك أكيد ما راح تلاقين ولا نقطة مي ما أشرب وهذا تيست بقيس أنت شو نوع بشرتك إذا كانت دهنية مختلطة جافة الله حلو حبيت هلا بسوي لك يلا الحين راح نسوي يلا الحين نسوي واقول لكم شنو طلعت بشرتي ان شاء الله مو صحراويه لا اعتذر يلا الحين راح نبدا القياس بس هني بس عندهم ها بشري واحد يقيس الماي نسبه الماي بالجسم الترطيب واحد يقيس البشرة شنو هي 28% بس طبيعي يكون 35 حلفاي يعني صحرة قلت لكم جمل يعني بشرتي جمل لا والله من اليوم خلاص لا لازم كله اشرب ماي 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 هذا ثاني واحد يقيس اذا نوع بشرتك مختلطة حطي واحد هون واحد هون تشارك ايوه امسك لك الثانيه لازم بس دوسي عليها الحين قاعد نقيس اذا البشره دهنيه او جافه او مختلطه او شنو نوعها بس اشيله بشره انت عاديه لا دهنيه مو دهنية مختلطة حلو تمام عين حتى البشرة المختلطة لازم تعادلينها صح؟ لازم تكون نورمال يعني تكون جاية بالضبط على النورمال شايفة الدوائر اللي هون لازم أوكي. الدوائر اللي تطلع بالشريط نفسها في هني دوائر والله صجعت وينها خلي يشوفون الشريط انتي نورمال هاي دهنية شوفها طلعت واحدة هذه نورمال وهذه دهنية شلون تقايسونهم على هني هذيلا
تدرين كله أقول لهم هالمعلومة نهلة كله أقول لهم أنا يعني الحين صرت أسوي هالشيء. أول ما أشرب ماي بالأسبوع مرة، الحين من يوم ما حبيت الماي معه ليمون ولا مع زعفران. تدرين كله أقول لهم هالمعلومة نهلة كله أقول لهم أنا يعني الحين صرت أسوي هالشيء. أول ما أشرب ماي بالأسبوع مرة، الحين من يوم ما حبيت الماي مع ليمون ولا مع زعفران ولا مع الدوتكس. كنت أشرب وايد ماي وايد، بس وايد شيء سيء إن أنا كثر ما أعتني ببشرتي 28% بس نسبة الماي اللي فيها. قلت لكم صح لا ما ينفع، والله وعد من الحين لشهر الجاي راح يكون راح أسوي تيست معاكم راح تنصدمون من بشرتي. والله عد أنا إذا حطيت شيء براسي أجيب نهلة. أمس قلت حق متابعيني أنا دكتور سويسري قال لي إن أول شيء أحط ليمون 10 دقائق، بس إذا يعني حسيت إن في حرارة لازم على طول أشيله، وقال لي بيكربونات الصودا أو صوديوم يسمونها نفس الشيء صح؟ بيكربونات الصوديوم هم أحطها 10 دقائق وهم أشيلها. بس نهلة أنت قلتي شغلة وايد مهمة، قولي لي إياها. للبشرة حساسة ما رح تفيدهم لأنه رح تحرق بشرتهم. إنزين. البيكربونات والليمون رح يحرق بشرتهم. حق البشرة الحساسة. للحساسة. مو صح. للحساسة أو الجافة شوي. أو الجافة شوي. شو يحطون؟ الحل حليب بودرة. حليب بودرة. معلقة حليب بودرة، معلقة شوفان، ومعلقة ماي ورد يخلطوهم مع بعض ويحطوهم. هاي حليب تفتح. وشوفان وماي ورد. يحطونه يفتح هذا قبل لا يحطون اي مساعده من الكريمات بعد. مزبوط. ترى هذا بروحه بدون كريمات. نهلة قالت ان لما تحطون الحليب مع الشوفان ومع ماء الورد اول يوم راح تلاحظون الفرق، فانا بجربه اول شيء. وجربوه عفوا جربوه قولوا لي بعد حليب وشوفان وماء ورد ما راح ياثر على اي بشره كانت ابدا. بس هم لا تنسون ترى الكريم وايد تساعد بالترطيب، وايد تساعد. والحين الماي حقي انا وايد راح يساعدني، لان شوفان وحليب ماي ورد كريم كل شيء بدون بشره جاف ما فيها ماي كنت ما سويتي ولا شيء. الحين انا عرفت توني وانا سولف مع نهلة عرفت ليش فاهمه 100% اللي قاعد تقوله، لان نهلة طلعت صيدلانيه. كانت صيدلانية بس ما حبت تقعد بالصيدلية، حبت انها تشتغل بالسكين كير. عشان كذي والله امس اسولف لهم اقول لهم حبيتها لانها فاهمة. لما تقول المعلومة تدرون انها فاهمة 100% ايش قاعد تقول. نهلة ب360 اي شيء تبون تعالوا لها، دام انها صيدلانية يعني فاهمة وعارفة شنو قاعد تقول. مو بس حافظة، وايد أدخل محلات حافظة اللي قالي لها قولي هذا قولي هذا، والله ما تقنعني وما أشتري ولا شيء. بس نهلة خلتني أشتري نص المحل لأن اقتنعت منها. شوفوا شريت حق عبد الوهاب، شريت له كريم حق الحبوب وغسول يعني حتى حق الشباب لأنه ماركة طبية 24. شوفوا شون ماركة وايد تينن وطبية ورخيصة. والله انتم ما تدرون كنت اروح برا اشتري الكريم حق عبد الوهاب حق الحبوب الواحد ب20 والغسول ب20، كنت اطلع ب42 دينار تقريبا 43 دينار، بس الحين ماركة طبية وبهالسعر. شوفوها قاعدة اشتري عشان لا تقولون دعاية. والله انا احب افيدكم بدون ما اسوي دعاية يا بنات. نهلة أعطتني معلومة خطيرة، ليش الحين بالمصافق قاعدة أقول لكم إياها عشان لا أنساها. قالت لي بدل لا تحطين غسول ولا تونر ولا ميك اب ريموفر حق تحت العين تنظفين الرموش أو تنظفين عينك، نظفيها بزيت زيتون. الله اليوم بجرب زيت الزيتون.